من شويه، لكن طبعا للاسف الخط فصل، وكان بيقول لنا بعض التفاصيل الخاصه باجتماع النهارده. مساء الخير عليك مره تانية استاذ احمد عبد الباسط. مساء الخير يا شيماء. انا برضو حابب اكمل انه يعني لو وقفنا عند نقطه معينه، ابرز الحاجات اقدر اقولها لك سريعا كده عشان وقتك، انه ايضا في لجنه عليا منظمه للبطوله برئاسه رئيس الوزراء. لا بس الوزراء مصطفى مدبولي، وفي نفس الوقت هيبقى في لجنه كمان تنفيذيه برئاسه المهندس هاني ابو ريده، بجانب لجنه منظمه هتطرح هيكل تنظيمي على اللجنه العليا، اللي الهدف منها ان هو البطوله تخرج بشكل كامل. هم مش سايبين فرصه ان يبقى في ثغر شيماء. الدكتور اشرف صبحي قال انا وقفت انا ورئيس الوزراء حرصنا ان احنا نزور استاد القاهره اللي هيحتضن مباريات المنتخب المصري واللي هيبقى موجود فيه مباريات الافتتاح ومباريات الختام. صحيح. قال ان الشركاء اللي متكلمين في هذه البطوله او في الفتره اللي جايه كلها هيبقى الاعلام المصري عليه دور كبير جدا. اكيد طبعا. قال ان احنا كمان مضغوطين في الست شهور اللي جايين لان هيبقى في شهر رمضان والعيد والاجازات كتير، فده هيبقى عبء برضه في فلوس خاصه هنا في مصر. قال ان احنا عندنا تثبت كامل من الدوله المصريه ان البطوله تخرج في ادهى صغرها، وطلع من المحافظات اللي هتستضيف البطوله، هم فعلا في ست محافظات هتستضيف البطوله، وقال لي دلوقتي ملعب برج العرب مش هيبقى موجود من ضمن الملاعب اللي هتستضيف البطوله، في ست ملاعب رئيسيه وست ملاعب فرعيه. هم اللي هيستضيفوا البطوله السته الرئيسيه. لكن فعلا تم حسم ان برج العرب خارج الملاعب اللي هتستضيف بطوله الكان 2019 في مصر. بحيث ان ساعه استاد اسكندريه صحيح اقل 50,000 مشجع، فيقدر يحضر مثلا لو كوتيفوار بتلعب نيجيريا يبقى الملعب مليان ويبقى صورتنا حتى قدام الناس. صحيح. انما انا ما ينفعش يبقى ماتش بيلعب تونس ونيجيريا ماتش في استاد برج العرب او نيجيريا واي فرقه مثلا وبيلعبوا في استاد برج العرب ومش هيحضر مثلا غير 10,000، ال 10,000 حتى مش هيظهروا. فهم برضو من ناحيه المنطق ده اجتماع ده شيء كويس جدا. صحيح. هيبقى برضو عايز اقول لك يا شيماء ان في اجتماع طارئ لمجلس اداره اتحاد الكره بتشكيل بعض اللجان، اهمها لجنه الاستقبالات، لجنه الاعاشه، لجنه التنقلات، الرعايه الطبيه، لان في امور كتير جدا ملمه بالموضوع. ومن دلوقتي بقول لك انه بنسبه 90% مدير البطوله هو الكابتن محمد فضل. زي ما انتشر في الوقت اللي فات. يمكن الكلام على كابتن محمد فضل نجم النادي الاهلي السابق في الفتره اللي فاتت ان هو اللي هيكون مسؤول عن البطوله، والتصريحات اللي طلعت من وزير الشباب والرياضه وقال فيها ان مدير بطوله امم افريقيا 2019 اللي هتقام في مصر هيكون شخصيه شابه، وده طبعا ايمانا منه بالكوادر الشابه واهميتها في مستقبل مصر. طيب انا عايز اسالك برضو على حاجه ثانيه، حاجه مهمه بالنسبه للمباريات الخاصه بالدوري المصري الممتاز اللي بتتلعب على بعض الملاعب اللي برضو قد تستضيفها او قد تستضيف بطوله امم افريقيا 2019، هيتم ايه اللي هيتم فيها؟ بص شوفي عشان نبقى متفقين ونوضح الصوره للراي العام، الماتشات اللي هي فيها منتخب مصر او البطوله كلها اللي هتتلعب عليها الست ملاعب، انا بقول لك من دلوقتي هتتقفل قبل البطوله بفتره كبيره. لازم. مش 10 ايام ولا الكلام ده، فتره. صحيح. كبيره جدا. صحيح. ولكن يعني في فرقه بتلعب في استاد القاهره هيعوضوها باستاد بطرسبورت، فرقه بتلعب في استاد السلام هيعوضوها باستاد المقاولين العرب، فرقه بتلعب في اسكندريه هيعوضوها باستاد الماكس او استاد برج العرب الرئيسي، وهكذا يعني فهماني كل الملاعب. بس خليني اقول لك حاجه احمد، احنا في الحاله دي يعني هنلاقي تاجيلات اكتر بقى في المباريات، ما هتلاقي يعني هيبقى في تكدس في كل على كل استاد او على كل ملعب. من دلوقتي الدوري مش هيخلص قبل شهر 10 11 طيب. المحليين للبطوله، فمن مصلحه مصر ان الدوري يفضل يتلعب لحد اخر توقف قبل البطوله مباشره، عشان الراجل اجيري لما يجي يلاقي لعيبه مصريين يلاقي عنده فرقه، ما يجيش ان احنا نقعد دلوقتي ونعتمد على ماتشات افريقيه بس، فده ياثر على اللعيبه. عايز اقول لك مفاجاه قبل ما اختم معاك يا شيماء، ان موضوع الكابتن محمد فضل او موضوع قبل البطوله بشهر لما جاء في الكلام انه المغرب هتنسحب والكلام ده، على فكره عشان طيب واضح ان احنا عندنا برضو مشكله تانية في الاتصال. بشكرك جدا استاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، ونرجع نكمل معاكم اخبارنا من مواقع الانترنت الاخبار الخاصه ب